نودي أجاب ومن بجلاله يمشي السحاب من كلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب ورد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحاب وخص الأحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب ثم قربه وسماه الحبيب وأعتق من شفاعته الرقاب فله الفضل المبين على عطاء من به وضاعف الثواب وأشهدكم أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أغر عليه للنبوة خاتم وخاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدا لي نبيا رب أدم صلواتك الكاملة وبركاتك الشاملة وسلامك الأتم بالمعنى الأعم على الرحمة العامة والنعمة التامة الرحمة المسداة والنعمة المهداة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من أمر ونهى وألطف من نهى فانتهى وأشرف أولي الباب والنهى محمد خير العبيد والعباد صلى الله عليه صلاة متصلة إلى يوم الوعيد والمعاد أما بعد إخواني أخواتي تحية لطالما تملت في الصدر تمول النار في الحجر ووافتكم الآن كعبير السحر تتنفس في لقاكم شذى الريحان والورد والمسك والعنبر إنها تحية الإسلام تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المسلمون إن الله جل وعلا قد فضل بين العباد بعضهم عن بعض وفضل بين القرون بعضها عن بعض وفضل بين الشهور بعضها عن بعض وفضل بين الأمم بعضها عن بعض وكذلك فضل الأيام بعضها عن بعض وليس تفضيل الله شيئا على شيء ظلما إنما تفضيله لفضيلة في الفاضل يتميز بها عن المفضول كيف؟ فضل الله جل وعلا أمة الإسلام على سائر الأمم فقال عز من قائل كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم موفون 70 أمة وقال صلى الله عليه وسلم إني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ففضل الله الأمة الإسلامية على سائر الأمم بالإسلام وفضل الله العبد التقي النقي الزكي على سائر العباد للتقوى في نفسه فقال صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفضل الله جل وعلا القرون بعضها عن بعض فقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فتفضيل الله للقرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما لأن النبي عاش فيه صلى الله عليه وسلم كما فضل الله جل وعلا شهر رمضان على سائر الشهور لأن فيه نزل القرآن وفضل الله جل وعلا 10 من الأيام على سائر الأيام لحكمة فيها وهذه 10 هي 10 الأوائل من ذي الحجة فقال جل وعلا وليال 10 يقسم الله تعالى بالليالي 10 والله لا يقسم إلا بعظيم العباد لا يقسمون إلا بالله لأن الله أعظم وهو الأعظم إنما ولكن الله جل وعلا يقسم بما شاء وله المشيئة المطلقة ولا يقسم إلا بعظيم فقال وليال 10 وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المقصود بالليالي 10 الأيام الأولى من ذي الحجة وإذا أطلق لفظ الليالي يدخل فيها الأيام وإذا أطلق لفظ الأيام يدخل فيها الليالي وعظمها لحكمة قالها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى حيث قال
إن الله فضل العشر الأوائل من ذي الحجة لأنها اجتمعت فيها أمهات العبادات. ففي سائر الأيام يمكن أن تصلي ويمكن أن تصوم ويمكن أن تزكي، لكن لا تستطيع أن تحج إلا في هذه العشر، فجعل الله فيها أمهات العبادات تستطيع أن تصلي فيها وتصوم وتزكي ثم تحج إن استطعت. لذلك فضلها الله على سائر الأيام. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وكذلك الحديث في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله من الأيام العشر، أي العشر أوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ولكي تميز أو تفضل هذه العشر على الجهاد في سبيل الله أذكر لكم فضل الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة الأولى والثانية كما بين الأرض والسماء، أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. هذا كله والعمل الصالح في العشر الأوائل أعظم منه بكثير، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الأجر في العشر الأوائل من ذي الحجة ليضاعف 700 مرة، ليضاعف 700 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أزكى وأعظم الأعمال وأحبها إلى الله الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة. طيب، وماذا نصنع في هذه العشر؟ أولا نفرح بهذه الأيام. نعم، أول الأعمال أن نفرح بهذه الأيام، فهذا فضل من الله ونعمة ورحمة ومنة. الله جل وعلا جعل لنا مواسم للطاعات نحصل فيها الحسنات ونكفر فيها عن السيئات ونتقرب فيها من رب البريات. فما إن ينقضي رمضان حتى يأتي شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن فاتك هذا الأجر تدركه في شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعها 6 من شوال كان كصيام الدهر حتى إذا انقضى شوال أتى ذي الحجة. كي تكفر عن ذنوبك، فالله يدعو إلى دار السلام وييسر لك السبل إلى الجنة. قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام، كما في سورة يونس. فالله يدعوك، فهل من مجيب؟ فهل تجيب لله جل وعلا وهو يدعوك؟ لو أتيت ودعوتك لحفل زفاف أو دعوتك لوليمة تتجيب؟ الله يدعوك إلى دار السلام، يدعوك إلى الجنة، أفلا تجيب؟ فجعل الله هذه المواسم للطاعات تتقرب فيها منه وهو رب البريات جل وعلا. أول شيء أن تفرح بهذه النعمة. يقول ربنا: قل بفضل، قل فبفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، الله خير من الدنيا وما فيها، بل الآخرة خير وأبقى، وكل الدنيا ملعونة إلا ما تقرب فيها إلى الرحمن. أول شيء تحقق الفرح بهذه المنة من الله جل وعلا. ثاني شيء أن تحقق الإيمان لله، لأن العمل الصالح لا يكون إلا بالإيمان، والدليل على ذلك قول الرحمن: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أولا الإيمان وعملوا الصالحات، ثم يأتي بعد ذلك العمل الصالح. واقرأ إن شئت الأوائل من سورة البقرة. يقول ربنا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، أول شيء الإيمان، وبعد ذلك يقيمون الصلاة، فلا يوجد عمل صالح إلا بالإيمان. واقرأ قول الله جل وعلا في سورة طه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وهو مؤمن الأصل، فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذا حقق الفرح وحقق الإيمان بالله جل وعلا، ثم توكل على الله في العمل الصالح وأخلص النية لله. وأفضل ما تصنعه في هذه العشر من العمل الصالح، الصلاة. فيا من لا يصلي، أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وفي حديث آخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
وإن كان العلماء قد اختلفوا في حكم تارك الصلاة تكاسلا هل يكفر أم يفسق؟ أترضى لنفسك أن يكفرك جماعة من العلماء ويفسقك جماعة من العلماء؟ لا أنت إلى هؤلاء ولا أنت إلى هؤلاء. الصلاة صلة بينك وبين الله، إذا قطعت الصلاة قطعت الصلة. وأن لعبد أن يفلح وهو قاطع الصلة بينه وبين الله جل وعلا. فإن كنت لا تصلي يا من يكثر من الذنوب، وقلنا ذاك الرجل الذي يكثر من الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال خطاء ولم يقل مخطئ، خطاء على صيغة فعال بصيغة التكثير أي كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا كنت تكثر من الخطايا فاسمع قول رب البرايا، وفاسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البرايا: أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلكم الصلاة يمحو الله بهن الخطايا. أرأيت لو أن بجوار بيتك حمام عمومي يستحم فيه كل الناس، هذا الحمام تستحم فيه 5 مرات في اليوم، بالله عليك أيبقى من وسطك شيء؟ لا ورب الكعبة لا يبقى شيء. فكذلكم الصلاة يمحو الله بهن الخطايا. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كبر في الصلاة وضعت الخطايا على رأسه وكتفيه، حتى إذا ركع سقط بعضها، وإذا رفع سقط بعضها، وإذا سجد سقط بعضها، وإذا قام سقط بعضها، حتى إذا انتهى من الصلاة ولا يبقى من ضرره شيء. وحذر أخي الكريم أن تكون ممن قال الله فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل الغي لهم في جهنم فيه عصارة أهل النار وصديدهم وقيحهم، أعاذنا الله وإياكم. ثم إن كنت تصلي فأكثر من النوافل وحافظ على صلاة الجماعة. أكثر من النوافل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة من حافظ عليهن كتب الله له بهن بيتا في الجنة. ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وأربعة بعد الظهر أو قبل العصر، وركعتين بين المغرب والعشاء، وركعتان بعد العشاء، يكتب الله لك بهن بيتا في الجنة. أرأيت لو قلت لك اصنع لي معروفا ثم أهديك بيتا، شقة، قصرا، هل ستصنع هذا الشيء؟ يقينا ستفعل. الله يدعوك أفلا تجيب؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد أي سورة الإخلاص كاملة 10 مرات بنى الله له بهن أو بها بيتا في الجنة. فالله يدعوك أفلا تجيب؟ ثم بعد الصلاة الصيام، في هذه العشر يشرع لك الصيام، وتذكر أن الأجر يضاعف 700 مرة فضلا من الله ونعمة، أفلا تجيب؟ وأخصص بالذكر الصيام يوم عرفة وهو يوم التاسع، يوم يقف الحجاج بعرفة. فصيام هذا اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة الفارطة والسنة القادمة. انظر إلى هذا التحليل الرياضي، 12 ساعة صومها، لأن اليوم لا نصوم فيه الليل، نصوم النهار فقط، 12 ساعة تعدل تكفير ذنوب 24 شهرا، بمعنى 12-24، بمعنى كل ساعة في هذا اليوم تعدل شهرين من التكفير من الذنوب، أي ساعة 60 دقيقة، شهران 60 يوما، أي 60 دقيقة تكفر ذنوب 60 يوما، أي كل دقيقة في يوم عرفة تكفر ذنوب يوم، إما يوم مضى وإما يوم قادم. ها هو هذا اليوم سيأتي بإذن الله، يوم عرفة اليوم التاسع، فلنصمه بإذن الله، عسى الله أن يتقبل منا، ولنخلص النية لله. فالله لا يتقبل العمل إلا بشرطين: إخلاص النية واتباع سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. أن تخلص النية لله ثم تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الصيام الصدقات، تصدق
إن لم يكن لديك مال لتتصدق فقد سبقك الصحابة إلى هذا، حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالمال بالصدقات، عفوا، ذهب أهل الدثور بالصدقات، أي ذهب أهل المال بالصدقات يتصدقون كثيرا ونحن لا مال لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كل تكبيرة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا بخصوص الصدقات. ثم الحج، من استطاع أن يحج، فقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا تحزن إن لم تستطع أن تحج، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من يأتي من الحج يأتي كما ولدته أمه، تستطيع أن تبلغ الأجر وأنت في عقل ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، بلغت من الذنوب ما إن وضعت على الأرض لأغرقت أهل الدنيا كلها، هل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: قم يا هذا مغفور لك، بل وبدلت سيئاتك حسنات. وقول رب العالمين: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مليارات السيئات إن بتوبة نصوح تجب ما سلف من هذه المليارات ثم تقلبها حسنات. فيا له من خير كبير، ويا له من أجر عظيم. فالله يدعوك، أفلا تجيب؟ ثم بعد هذا ختاما أذكر إخواني وأخواتي أن هذه الدنيا فانية وزائلة، وقد اقتربت الساعة الآزفة، فقد اجتمع أهل العلم على أن نعيش في الفترة الأخيرة من الدنيا، وللآخرة خير وأبقى. وتذكر قول الشاعر حيث يقول: ألا أيها القلب الكثير على عائقه، ألم تر أن الدهر تجري بوائقه، رويدك لا تنسى المقابر والبلا، وطعمة كأس الموت فإنك ذائقه. ألا أيها القلب الكثير على عائقه، يا من تعلق قلبه بالدنيا، ألم تر أن الدهر تجري بوائقه، ألم تر أن الدنيا ساعة عقاربها تدور، وأنت تتغاضى في عتو ونفور، ورب العزة يدعوك وهو العزيز الغفور. ألا أيها القلب الكثير على عائقه، ألم تر أن الدهر تجري بوائقه، رويدك لا تنسى المقابر والبلا، وطعمة كأس الموت فإنك ذائقه. يمكن أخي الكريم أن تضع ساعتك اليدوية بيديك، على يدك، أن تلبس ساعتك اليدوية، ولكن يمكن أن ينزعها عنك وارثها، ويمكن أن تقفل باب سيارتك فيفتحه عنك عامل الإسعاف، بل ويمكن أن تغلق أزرار قميصك بيديك ويفتحها مغسل الأموات، بل ويمكن أن تضطجع على سريرك وآخر ما نظرت إليه هو السقف، وتغمض عينيك فلا تفتحها إلا ورب العالمين أمامك يوم القيامة. ماذا عملنا لهذه الساعة؟ وختاما أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأذكركم بقول ربنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر فلا برهان له به، إنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الرحمن، وما كان من زلل فمني والشيطان. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى، وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر،
وأسأل الله جل وعلا أن لا يجعلني نهراً تمرون به إلى الجنة ويرقى في جهنم. وأعوذ بك رب أن أذكر بذكر وأنساه. وصلوا على رسول الله. الكل يردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا